والبرامج القديمة الناجحة اللي معروفة عند الناس. وبيان سير أنا عندي رهان وتحدي كبير اللي هو أني يلزم نرجع بقوة. أهلا وسهلا عسلامة. عايشك أهلا وسهلا. سمير لويفي شو تسألوه شو تقولوا له؟ قولوا عسلامة بيك في سوسة. هاي يعجبك سمير لويفي؟ أي يعجبني. نزلت انترفيو نتاعو هيلين خاطر يتكلم دغري قد قد. مرسي بوكو. عايش يعني الحق راهو يصنع أصدقاء ولكن يصنع أعداء. ماهوش الحق ما عندوش برشا أنصار وكلمة الحق ما عندهاش برشا مناصرين، عندها برشا أعداء زاد. يعني الحق مر والحقيقة مرة. أنا نعتبر روحي في بعض البرامج حلقات قربت من الحقيقة أو كشفت برشا حقائق. هذا خليني ندفع ثمن. انا ضد انه واحد يتناول حياتي الشخصيه. انا من اتعس الحلقات اللي صاروا لي في حياتي هي حلقه سليم شيبوب، وبه برشا اني نحكي عليها في سوسه بالذات، لانه سليم شيبوب خرج من الليميسيون تاعي بعد ربع ساعه وموجوده في الصفحه تاعي على الفيسبوك، واضطرت منحنى بعل بسبب الحلقه هذه، وخرجت ومرجعت كان بعد الثورة بريز. رجعت شوية شارع الحرية ودامت أربع حلقات أو خمسة حلقات ثم عودت خرجت ورجعت كان بعد الثورة. كانت حلقة من أصعب الحلقات، ما نكذبش عليك، معناها خفت بيانسير، خفت من رد الفعل لأنه وصلتني تهديدات. أون بليس طردت من القناة، أون بليس هو صديق حميم لصاحب القناة بعث القناة، دونك خفت من رد الفعل، ولكن الحمد لله سلكتها. وقت اللي ما قلت شكرا بعث القناة ما عقبني حد وما طردني حد وما لمني حد، واللي قالها زاد لا ترقى ولا زادوا في الشارع. بالنسبة لي أنا هي قصة حب بدأت من الصغرى وتواصلت، وهي يمكن أصدق وأقوى قصة حب في حياتي علاقتي بالصحافة. أنا أنت فاشل في الحب الأخ؟ فاشل جدا.